لمحط أبو فاضل خلاها سما حمرة بعيون غضب بركان يلهب القلب جمرة هذا أنا يصيح بجد بيكم سيف ظل يبرة بن حيدر علي معروف يوصل بكتره يلم بيها يلاويها يلاويها ويلم بيها لم بيها ويلهويها لاويها ويلم بيها يا هل يوصل الزينة خوها وصاقر الحومه حنا ومن تعنى الجيش صاروا غنم قدامه يشوفون على الكرار تضرب نقلة جدامه ما لاح القمر بيشي يصدر حكم بإعدامه ما لاح القمر بيشي يصدر حكم بإعدامه ما لاح القمر بيشي يصدر حكم بإعدامه بطهم شمل بسبعين والله الطارة في خيامه قاداها غنم هو رابع من صدر لابوه قاداها غنم هو رابع من صدر لابوه حق نظم وطب سيفك وانت تشافي لضعوني زلزل بهم ويرعد واهتز الثناياها صيح يا ستار ضنحلت منعياها قلبهم قع فوق القع ما ظلت رزاياها ناخيت العقيل اليوم دق صدره وتعناها لازم شارب العباس يحسدها شي يضرب الناس لازم شارب العباس ذاب الله يصير هنا شحد يوصل الحر عذاب الله يصير هنا شحد يوصل الحر وقيا صيح يا عم عطاشه وانت ساقيها غير والعطش تال تار وحش يضل بيها هاي جرب اخذها وياك لا ظليت وديها وديها المرسل لا تنسى يا واليها عرفقتها يا عمي بيك القلب ضخ دمي عرفقتها يا عمي شق الجيش للصيله قام ونفذ النخوه عن على الشريعه وصح وين اللي شقها لقى النهر مجنون شي جافد واويني انا شربتهم ماي لكن مايل بعيني اهد على الجيش يم الجيش يم الخيم تلقيني زين لو ناخد كلف شمال بومه تحلف زين لو ناخد كلف وليوصل لحد زينب ما تصبح لك تشاره الإخراج والهندسة الصوتية عبد الله الناجي وأحمد العبودي.